نروح بعد كده لبعض الاخبار الايجابيه. زي ما قلنا لحضراتكم برضو حلو ان احنا نتكلم الصبح عن شيء ايجابي، وزي ما احنا عارفين ان كل يوم كده كلنا كمصريين بنفتخر ببعض الانجازات والمشروعات العملاقه اللي الدوله بتقوم بيها. خلينا نقول بقى المره دي ان الدوله المره دي عملت انجاز، وهو المدينه الرياضيه اللي في حي الاسمرات. المدينه الرياضيه هناك بتضم اكاديميات كره قدم، ملاعب قدم وكره سله، كمان اكاديميه للسباحه، اكاديميه كره يد زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي على الشاشه. الهدف ايه من المدينه دي؟ هي خدمه اهالي الاسمرات. اعتقد الصور هتوضح الى حد ما الشكل هناك، بس احنا لما رحنا حقيقي كان المنظر محترم جدا، حاجه برضو تحس كده يا كريم إنسانية. أنا دايما بحس إن المشروعات اللي من النوع ده مشروعات إنسانية، أنت بتهتم بالمواطن وبحياته، بتحاول إن أنت تحسن من مستوى معيشته، فكل الحاجات اللي زي كده أعتقد إنسانية جدا وجيدة جدا. عندك آلاف يعني آلاف البشر وآلاف الأسر، تقدري تقولي كده بالبلدي بالتعبير الدارج كأنك بتحييهم من جديد، إن الناس دول مش بس كانوا ساكنين في مناطق عشوائية، مجرد العشوائية ما كانتش كفاية يعني، الحقيقة كانت الظروف كمان قاسية جدا لدرجة إن كانت المناطق دي خطر جدا في ان هم يعيشوا فيها. فعشان نشوف تحول جذري في حياه اسر مصريه، اب وام ومجموعه من الاطفال، يتحولوا من حياه عشوائيه بدرجه 1000000% الى حياه انسانيه وادميه وفيها كرامه. وبس يعني كمان ما اكتفاش يعني سياده الرئيس والمبادره دي ما اكتفتش بان مجرد السكن الكواليتي بتاعته اتغيرت، لا ده كمان في ملاعب وفي حياه كامله بتتقدم للناس. صح. في اطفال هتتربى في اجواء، لو كانوا تربوا في الاجواء اللي هم اتولدوا فيها تقلقي على اللي جاي، يعني تقلقي من الاجيال اللي جايه دي، لكن ده طبعا شيء عظيم، شيء محترم جدا اللي من بيحصل. المشروعات كمان اللي انا بحبها جدا بقى بصراحه هي مثلث ماسبيرو. طبعا يعني طبعاً. اولا انت بتتكلم في هناك كان زي تحس دوله، ودوله للاسف دوله كانت مبنيه بشكل عشوائي، او هي صحيح. مش مبنيه يعني، وكمان هناك الحياه غير ادميه كانت تماما. فالقصه اللي حصلت والتطوير اللي حصل انا بشوفه برضو من الانجازات الانسانيه جدا. طبعاً. اللي كلنا كمصريين المفروض ان احنا نفتخر بيها. صحيح.